كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: ما حكم السواك بين الأذان والإقامة في المسجد؟ لا بأس بذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الأمر واسع جدا، بارك الله فيك. يسأل: هل الوديعة حرام؟ إذا كنت تقصد الوديعة البنكية ذات العوائد الربوية فالربا حرام لا ريب في ذلك، والله أعلم. يقول: لماذا وجد عليه الصلاة والسلام المعاناة والمشقة من تلقي الوحي؟ ذلك لأمور، لأن الوحي هو ثقيل في الأصل. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب عنه جبريل كان يتفصد، أو إذا نزل عليه الوحي يتفصد عرقا. وكما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي فكادت فخذي أن ترض، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ حفظك الله. وإياك، تفضل. يسأل شخص: شيخ حفظك الله، هل يجوز الجمع وبين القراءات في الصورة الوحيدة في الصلاة أو في غير الصلاة؟ لا، في غير في الصلاة، الصلاة تعبدية، فلم يرد أن النبي كان ينتقل من قراءة إلى قراءة في السورة الواحدة، لم يرد في هذا تفصيل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا نستطيع الجزم ببطلان صلاة من فعل ذلك، والله أعلم. سؤال آخر حفظك الله سيدنا. نعم. حديث خير الناس يشعب الناس، ماذا صحته؟ لا يصح. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. يسأل: هل يجوز الزواج بثانية دون علم الأولى وأولادها؟ الزواج صحيح لكنه زوج غشاش، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مولانا، دلوقتي في قنوات اسمها بين سبورت بتبقى محتكرة كأس العالم وكأس القارات وكده، في قناة تانية خدته منها قرصنته الكلام ده، فلو احنا اشترينا القناه الثانيه دي وخدنا القناه الثانيه حرام علينا؟ يعني اذا انت بغض النظر عن العبث كله في الكوره وغيره، لكن اذا انت اشتريت شيئا مسروقا هل يجوز لك؟ لا. بارك الله فيك، شكرا. يسال: الركعه في صلاه الجماعه بما تدرك؟ تدرك بالركوع، اذا ادركت الامام راكعا فقد أدركت الركعة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ شكرا خير، بارك الله فيك. أفيك، تفضل. الشيخ معي ثلاثة أسئلة، بارك الله فيك. السؤال الأول: معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. السؤال الثاني: حكم كتابة القرآن الكريم على جدران المسجد داخل المسجد. السؤال الثالث: هل في فرق بين النذر والوفاء بالعهد؟ يعني هل النذر يعني عهد ويعني عهد مع الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، المراد منه الحث على الاقتصاد وعدم تجاوز الحد، فمهما فعلت فلن تقوم بالأوامر التي كلفك الله بها، كما قال تعالى في شأن الإنسان:
كلا لما يقضي ما أمر، أي أنك أيها الإنسان لا تستطيع قضاء ما أمرت به، لن تستطيع أن تفي بما أمرت به. فسدد وقارب، يسأل عن كتابة آيات من القرآن في المسجد، إن كانت في القبلة فستشغل المصلين، وإن كانت في الجدران فلم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لا تكتب آيات قرآن على جدران المسجد. هل النذر عهد؟ نعم النذر عهد، وكفارة النذر كفارة يمين. قد قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، لي بعض الأسئلة على المسألة. اتفضل. أنا راجل بتاجر في سلع معينة، تاجر كهربائية. نعم. هل يجوز لي ان انا يعني واحد بيبقى عايز مني السلعه دي ومعهوش ثمنها هيدفعها بعد شهر او بعد 15 يوم، هل يجوز لي ان انا ادي له السلعه بزم يعني ابيعها له من غير ما اقول له مثلا ثمنها كام، اقول له لما تيجي بعد شهر؟ لا 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 يجوز. من شروط من شروط البيع معرفه المبيع ومعرفه الثمن. بارك الله فيك. طب السؤال الثاني بعد اذنك. نعم. انا كنت في فتره من الفترات وادع فلوسي في بنك واخذت عليها فوائد، عارف على الكلام ده يعني زمن بعيد. قعدت اخد فوائد حوالي 5 سنين، وبعد كده اخدت الفلوس بتاعت المبلغ كله اللي مودع في البنك واشتريت بيه قطعه ارض، وقطعه ارض قعدت بتاع 5 سنين ولا اكتر، وبعد كده اخدت بعت واخدت الارض واخدت الفلوس. فأنا بعد كده محرم البنك يعني دلوقتي، أتعامل إزاي في تصدق بجزء من المال استبراء لدينك؟ مش رقم معين ولا حتة معينة؟ لا ما نستطيع نقول رقم معين، قدر الاستطاعة، قدر الذي يحدث لك قناعة أن الحمد لله الأمور انتهت، ولا تيأس من رحمة الله. السلام عليكم. يسأل عن تعدد النية في صيام النافلة. لابد أن تذكر النوايا التي تريد أن تسأل عنها. فمثلا إذا صمت يوم الاثنين وكان موافقا للثلاثة البيض فجمعت بين نية صيام يوم الاثنين والثلاثة البيض، لا بأس بذلك. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد يا شيخ. نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا يوم الجمعة من بين الأيام بالصيام ولا ليلتها بالقيام. والله أعلم. ورد حديث آخر: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن نتواصل مع الشيخ؟ نعم. ما السؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام أختي. لو سمحت يا عم الشيخ، عايزة أسأل حضرتك على سؤال. تفضلي. أنا ليا بنت عمي مش يعني بتأنجب يعني كده مش بتخلف يعني. وجوزها كتب لها يعني عنده ورثة كده، وكتب لها البيت وكتب لها نص الأرض، خوفا بعد كده في إن هي لو جرى له حاجة لا قدر الله ويعني يعني يصيرها يعني مصطولة يعني. فطبعا هي بتقول انا خايف اكون خدت المال بتاع اخواته وبتاع والدته ووالده كده. يعني هو رجل ثري ولا الكميات كبيره ولا هو ايه بالضبط؟ بتقول ايه؟ يعني هو رجل ثري وهذا الذي كتبه يشكل جزء من ثروته. هو ملكه هو يعني الشيخ، ملكه هو. ايوه ملكه كله، لكن هو له املاك اخر ولا هذا كل ما يملك؟ لا هو ملكه هو، ما لهش الا الاملاك ده بس يا عم الشيخ، دي ارضه ولي. كتبها كلها لزوجته. كتب البيت بس وكتب نص الارض. كده ظلم سائر الورثه. ها؟ ظلم سائر الورثه. يعني هي يعني كده حرام عليها ولا؟ يعني هو مات ولا عايش؟
لا عايش عم الشيخ، بس هو خايف يسيبها يعني ان هو مش معاه عيال وكده. ابوه وامه عايشين ولا ماتوا؟ امه عايش. كده سيكون ظلم الام. الام موافقة على هذا الصنيع او رافضة؟ بهذه الطريقة سيظلم الام واظلم سائر الورثة. السلام عليكم. ايوه شيخ من فضلك عايز اسال حضرتك سؤال. نعم. انا عايز اسال بس، احنا دلوقتي الارهاب اللي احنا عايشين فيه ده، الارهاب ماله الارهاب؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمح لي. نعم. والسبت برضه يا شيخنا فيه نهي؟ نعم نعم. صيام السبت فيه نهي مفرد؟ صيام السبت وردت رواية، لكن أصول الشريعة تخالفها كما قال الأئمة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا مفاده أنك لا تصومه إن وافق عرفات أو عاشوراء. لكن جماهير العلماء يردون هذا الفهم، فالإمام أحمد يقول عن هذا الحديث أصول الشريعة تخالفه، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، فهذا سيوافق السبت. وبحديث: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت. وبحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، وهذا سيوافق السبت عاما بعد عام. وأيضا كان النبي يصوم شعبان كله إلا قليلا. فلهذه النصوص ولغيرها قال الإمام أحمد رحمه الله عن حديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أصول الشريعة تخالفه. قال مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمة الله عليه، قال: هذا حديث كذب. والزهري قال: ضعيف. والنسائي قال: مضطرب. وأبو داود قال: منسوخ. والله أعلم. فالحاصل أن معارضات الحديث أقوى منه بكثير، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك بس. نعم. هو هل يعني ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على ما توصلت لنا انفسنا به، واحنا يعني بنحاول نجاهد نفسنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. ولما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، قد فعلت. أحاديث النفس العابرة لا إثم على الشخص فيها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كلمة النجا؟ نعم. ممكن أكلم دكتور مصطفى؟ تفضلي معك. نعم. أنا عايز أعرف تفسير الآية الكريمة: وأما الذين سعدوا ففي رحمة ربك. ليس في آية كده: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وقد شاء ربنا ألا يخرجوا من الجنة، والله أعلم. فالمشتبه الذي قد يشتبه عليك قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، وقد بين الله أنه شاء ألا يخرجوا منها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم.
لو سمعت الشيخ حديث صحيح من صلى الفجر في 40 يوم في جماعة، من صلى الفجر 40 يوما، من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا مثلا بظبط المنبه علشان أقوم صلاة الفجر، بس ممكن أصحى متأخرة وما أسمعش صوت المنبه أصلا، يعني ممكن أكون نايمة متأخرة بغصب عني، جالي أرق أو قلق وكده، فبصحى اليوم ده مثلا بقول أنا مثلا إيه عقابا ليا، يعني هصوم اليوم، فبصوم اليوم دوت. بس لو سمحت في حضرتك، ان انا مثلا كنت في الستة من شوال بعيد ايام، فهل انا مثلا قلت طب خلاص بنيت كمان الستة من شوال، ينفع نيتين مع بعض؟ شكرا. كل يوم انت كل يوم تنشئي نية جديدة، لم يكن نذرا. يعني اذا كان نذرا عليك وقلت لله علي اذا لم اقم لصلاة الفجر يوما ساصوم يوما، هقول لا يصلح الجمع، لكن هي ليست بنذر فعليه يجوز والله أعلم. يسأل عن حديث إذا هاج الدم بأحدكم فليحتجم، لا يصح، فإن الدم إذا تبايغ بصاحبه يقتله، لا يصح هذا الخبر. وكذلك حديث إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة، لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل هنا على المرأة الحائض إذا طهرت في نهار رمضان قبل المغرب، تمسك عن الطعام الصبح أم لا؟ لا، المرأة الحائض إذا طهرت قبيل المغرب في رمضان لا يلزمها الإمساك عن الطعام والشراب، إنها حتما ستعيد ذلك اليوم، وليس هناك نص يلزمها بالإمساك عن الطعام والشراب، لكن أمام الناس فقط تستر نفسها فقط، باب ليس من باب إيجاب. السلام عليكم. قلت الشيخ معنا؟ نعم. كأسا نعم. معنا صوتك غير، صوتك غير واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أولا يا عم الشيخ، عايز أصوم ستة من شوال، صمت اللي عليا وعايز أصوم من شوال، بس صمت يوم من شوال قبل ما أصوم اللي عليا، عشان بعد ما صمت فقالوا لي لازم تصوم اللي عليك الأول وبعد كده تصوم ستة من شوال. المهم ما السؤال الآن؟ يعني أصوم من دلوقتي عادي؟ صومي عادي، صومي صومي عادي، توكل على الله صومي. السلام عليكم. يقول حكم زيارة المرأة للمقابر، أعرف أنه للعبرة فقط، لكن في ناس بتشككني في كذا، فممكن إيه صح زور المقابر وادعو لهم بالرحمة، زيارة تذكرنا بالآخرة والميت ينتفع بالدعاء له، لما قال الرسول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والمرأة أيضا تزور القبور، زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن، ومر النبي على امرأة كانت تبكي عند قبر فقال لها اتقي الله واصبري. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. نعم. أيوة فضلتك. انا يعني اختي وجوزها توفوا من سنه 2010 و2012 واخويا هو الوصي، لحد النهارده ما طلعش زكاه على الفلوس، خايف على العيال كده وزر عليه الفلوس. اذا كل ولد اخذ ميراثه، ميراث كل ولد مستقل يبلغ النصاب ولا لا؟ ايوه بس هم صغيرين وهو خايف عليهم. انا بسالك سؤال بس، سؤال بس يعني. أيوة. هل كل ولد إذا أعطيناه الميراث نصيبه زاد على النصاب مستقلا أو لا؟ يبلغ النصاب. يجب أن يخرج فيها الزكاة، يثمرها فيخرج الزكاة منها. وعائشة تقول ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. أيوة
طيب هو بس خايف علشان المبلغ يتضاعف. خايف؟ لا ما هو يعني بقول لك هو خايف ليه بس؟ ربنا فرض الزكاة يشغلها لهم. طيب بالنسبة للصغيرة بيقولوا له مسموح له في المبلغ لحد يشتري لها شهادة وياخد عليها فوائد. هو حرام ربا. خلاص خلاص شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. هل يشترط الولي عند الزواج من امرأة أوروبية وهم لا يهتمون بذلك وحياتهم مستقلة عن أوليائهم؟ السؤال هل الأوروبية هذه مسلمة أو كافرة؟ إذا كانت مسلمة فلنكاح لها ولي، إن كانت كافرة وكلت رجلا آخر غير الكفار من أهلها يزوجها والله أعلم. يسأل هل يجوز استخدام الجن في الخير؟ لم يرد أن النبي فعل ذلك، فالنبي حارب يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب وحفر الخندق وفقدت منه أشياء وسحر، وما استعان بجني أبدا في هذا الصدد. والله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله قال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم الآيات. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هل يبوز عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أقول لحضرتك. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم. أنا عايز بتكلم عن القبلة اللي اتصلت وبتقول الإسلام الإرهاب اللي احنا عايشين فيه ده. ما السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. شيخنا لو سمحت يعني أنا عايز أعرف شو مصطفى معي؟ نعم. أيوة بعد إذن حضرتك أنا زوجي عندي 3 أولاد، 3 أولاد في مراحل عمرية صغيرة يعني 8 سنين لسنة ونص، فأنا بروح أحفظهم وبوديهم الحضانة ويعني بشوف أعمال البيت وكده يعني، فهل لو أنا قصرت في شيء في المنزل يعني الشيء الزوج يلوم الزوج على كده؟ هو يعني بتأسف. أولاد من امرأة أخرى أو أولادك؟ لا أولادي وأولاده. أولادنا إحنا الاثنين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه السلام كان في مهنة أهله، كان يساعد أهله في البيت، فاتق الله ما استطعت. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، أنا اللي سألت حضرتك دلوقتي على أولاد أختي، طب هو أيوه يا شيخ. يزكي يا أختي، أجبناك يزكي عنهم. الصغير له مال بلغ النصاب يزكي عنه وإن كان يتيما. اختلف مع زميله في العمل وخاصمه، وبعد فترة ذهب إليه يكلمه فرفض أن يكلمه وأحرجه فابتعد عنه نهائيا. هل من وزر؟ هو أدى ما عليه، لكن الأفضل أن يعاود الوصل. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مولانا بالنسبة للحديث كتب على ابن آدم حظهم كذلك خذ لك ذلك محال، هل الإدراك والحرمة حتى للإنسان لو الفرج صدق أو كذب؟ ثانيا يعني الواحد ممكن يتكلم مع بعض زميلاته في المدرسة النظر إليهن أثناء الكلام محرم؟ وتنظر إليهن ليه؟ والله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
ساعات الواحد ممكن يبص كده ويتكلم. اصرف بصرك، سئل النبي عن نظر الفجأة فقال او الفجاءة فقال اصرف بصرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ. نعم تفضل. ربنا يبارك في عمرك يا رب. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ربنا يبارك فيك. هل يجوز صلاة الاستخارة في أوقات النهي يا فضيلة الشيخ؟ وهل هي من ذوات الأسباب؟ يعني زي صلاة الاستخارة، يعني لو عايز استخير يعني في أمر ما في يعني في أوقات النهي ممكن استخير ولا لا يجوز؟ الأفضل ألا الأفضل ألا تفعلها في أوقات النهي. الأفضل ألا تفعلها في أوقات النهي، لأن النهي النواهي كثيرة جدا، يعني مثلا حوالي مثلا 9 أحاديث أو 10 أحاديث عن رسول الله في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فابتعد أفضل، وممكن تستبدلها بدعاء أو تنتظر إلى غروب الشمس. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، كان في محل بقالة. في محل بقالة، في العيلة كلها بتقف فيه، الأب والولاد والمراد وكله. فكل ما نروح نشتري منهم حاجة بيديها لنا بسعر غير السعر، يعني كل واحد بيديها لنا بسعر. أنت حر وهم أحرار. انت حر وهم احرار، حل يعني الله البيع. مش وراهم في حاجه شكل كده. لا اذا كان مثلا في جزء، اذا كان في طفل صغير يبيعها بسعر رخيص فيظن ان الولد اهبل يعني او عقله ضعيف، فلا تتعمد ان يكون هناك واحد مختل ويبيع لك. لكن اذا كانوا كلهم رشداء عقلاء احل الله البيع، اشتري بما شئت ويبيع بما شاء. ويجوز أن يتفاوت سعر السلعة من يوم إلى يوم ومن شخص إلى شخص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ حفظك الله. وياك تفضل. هل ورد نهي عن دفن الجنازة في الوقت شديد الحرارة أو الوقت شديد الظلمة؟ لا، في 3 أوقات ورد النهي عن الدفن فيها، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، عندما يقوم قائم الظهيرة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وأيضا ورد النهي عن الدفن ليلا، لكن ثبت أن أقواما دفنوا ليلا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نظر بعض العلماء إلى العلة، إذا كان الذين سيشهدون الجنازة ليلا عددهم كبير جاز الدفن ليلا، لأن امرأة كانت تقوم المسجد وماتت ودفنت ليلا، فقال النبي أفلا آذنتموني؟ قالوا كرهنا أن ننقذك يا رسول الله. فقال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ممكن بتعمل الشيخ. نعم. هو أنا في رمضان تسجيل الدورة، فقبل ما تجيل الدورة في برشام بيوقف الدورة، فجبته ووقفت الدورة عشان أصوم، ده حرام ولا إيه؟ امرأة تناولت دواء لقطع الحيضة حتى تتمكن من الصيام، هل يحرم عليها ذلك؟ لا يحرم عليها ذلك، وصيامها صحيح، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمعت يا شيخ مصطفى، عايز اقول حضرتك عن راس مال هو اساسه دين، يعني راس المال كله موصف لصاحبه. عفوا، اساسه دين، يعني مثلا محل يحتوي على بضاعه 100,000 جنيه، ايوه اساس البضاعه اصلا مسلوب حقها، دين علينا، فاحنا بنستثمرها ونرد الدين، وبيفضل لنا احنا راس، بيفضل لنا احنا يعني المكسب. عندكم بضاعه لكن هي في الاصل ديون لناس، ليس ايوه ليس عليها زكاه، ليس عليها زكاه، اصلها دين، اصلها دين، ايوه ايوه ليس عليها زكاه، اشتريتوها بالدين. طيب عليها زكاه؟ لا لا، الزكاه عن مالك الذي تمتلكيه،
يعني لكن مال غيرك هو غيرك الذي يزكي عليه. السلام عليكم. من فضلك يا شيخنا. نعم. أنا مهندس وجالي شغل في سينما. فهل ده شغل حرام ولا حلال؟ وأنت إيه رأيك يعني؟ أنا لا أدري، أنا شغال مهندس. لا تدري يعني السينما دي فيها رقص. أنا أهل الذكر يا فندم. يا حبيبي بس أنا معك، الله يستر عليك ويذكرك بكل خير. لكن السينما دي في الأفلام رقص وفساد أو لا؟ بها خلاص لا تساعد على الفساد والله الغني. لا ابتعد عنها تماما، ابتعد عنها تماما تماما تماما، بارك الله فيك. ولا تساعد على نشر الفساد أبدا، بارك الله فيك. الله لا يحب الفساد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخ مصطفى. وإياكي. شيخ مصطفى لو سمحت، هناك امرأة متوفية وعليها أيام من رمضان، وإلى الآن لم يسمع عنها أحد أو يخرج إطعام. هي كانت أفطرت لماذا؟ ما سبب الإفطار؟ نعم. ما سبب الإفطار؟ لماذا أفطرت؟ كانت مريضة. يعني إذا كانت مريضة وتمادى بها المرض حتى ماتت ولم تشف زمنا تستطيع القضاء فيه فلا شيء عليها ولا على أوليائها، لكن إن كانت أياما تركتها نتيجة الحيض فمن مات عليه صوم صام عنه وليه، بارك الله فيك. هل إخراج الزكاة لأهل بلدي جائز وأنا أعمل في بلد أخرى علما أن أهل بلدي بحاجة أكثر؟ الصدق الزكاة جائزة، أن تنتقل من مكان عملك إلى أهل بيتك إلى أهل بلدك ما داموا من أهل الاحتياج. يسأل، استأجر شقة بألف جنيه شهريا فدفع الشهر الأول 1000 جنيه ودفع تأمين 1000 جنيه وبعد الشهر ترك الشقة، فإذا كان دخل في الشهر الثاني ذهب عليه أو أخذت قيمة الشهر الثاني منه، وإذا أخطر صاحب البيت أنه سيغادر في نهاية الشهر فيسترد تأمينه حينئذ والله أعلم، إلا إذا كانت هناك بنود في العقد أكثر مما ذكر في السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بعد إذنك بس سؤال. ألو. أي نعم، ما سؤالك؟ إن شاء الله يعني عندك مثلا كده جريد خبر وحقيقة. نعم. جريد مثلا وسائل الإعلام وفاة شخص مثلا أعرف أو ما أعرفوش، هل يجوز أن أنا أصلي على صلاة الجنازة غائب؟ يعني هل تجوز الصلاة على الغائب؟ تلك مسألة للعلماء فيها أكثر من قول. فيرى الإمام الشافعي والمذهب الشافعي عموما جواز الصلاة على الغائب سواء صلي عليه أم لم يصلى عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو غائب، ولأن الصلاة عمل بر ينتفع بها الميت وينتفع بها الحي، وأيضا الثالث لأن النبي لم ينهى عن الصلاة على الغائب. فهذه حجج الشافعية القائلين بأنك تصلي على الغائب. من العلماء كالمالكية من يرون الصلاة على الغائب لا تجوز، ويحملون صلاة النبي على النجاشي على أنها خصوصية بالنبي وبالنجاشي، ولكن هذا لا يثبت لأن صحابة صلوا مع النبي على النجاشي. ويرى فريق آخر من العلماء أن الغائب إذا صلي عليه لم نصلي عليه، وإذا صلي إذا لم يصلى عليه صلينا عليه، فعلى أي حال الأمر واسع، وبأي الآراء أخذت فلا جناح عليك وفقك الله. السلام عليكم.
ألو. نعم. نعم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسألك سؤال يا حبيبة الشيخ؟ اتفضلي يا أختي. يعني أنا صمت الست أيام بس فاضل اليوم منه. إيه؟ كانت علي الدورة، يعني جت الدورة، ثم اليوم ده بعد الشهر ده ولا عادي بعد ما لا بأس إذا صمتيه لعذر الدورة لا بأس إن شاء الله. بعد ما خلص منه؟ لا صوميه، صوميه بارك الله فيك. والقبول على الله. السلام عليكم. صوميه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، لو سمحت يا عم الشيخ عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي يا أختي. ما حكم الدين في إنسان يبلغ من العمر 55 عاما ويشاهد الحاجات المحرمة؟ يعني هو سواء 55 أو 25 إذا ارتكب المحرم يحاسب عليه، ولكن الجريمة يعني ما الزنا مثلا إذا صدرت من شخص كبير السن، شيخ طاعن في السن، أقبح بكثير من أن تصدر من شاب، وفي كل شر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكي ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن التأمين على الحياة، أنصحك بالبعد عنه تماما، فإن الأموال تودع في بنوك ربوية ويعتدي هذه المسألة الغرر أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، معنى قول الله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا سات تسمى سلسبيل، ما معنى هاتين الآيتين؟ بارك الله فيك. وفيك بارك الله. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي المزاج الاختلاط، يعني كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. فالسلسبيل تخلط بالزنجبيل. وفي الآية الأخرى: كان مزاجها كافورا. قال ابن مسعود: ما حاصله؟ تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا. قال تعالى: ومزاجه من تسنيم، لأن على هذا الغرار عدة آيات، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فإذا قربت لك المسألة، في عندنا كوب شاي وكوب لبن، الشخص يشرب الشاي ممزوج باللبن وآخر يشرب اللبن صرفا، فقال ابن مسعود: مزجت، يعني العين، لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا، أي خالصة. والله أعلم. متكرر في سورة، في عدة سور من القرآن كسورة المطففين وسورة الإنسان وغيرها من الصور. فعينا يشرب منها المقربون صرفا خالصة، لكن من حلا تمزج لأصحاب اليمين مزجا، تكون مخلوطة لأصحاب اليمين، أما المقربون فيشربون منها صرفا خالصة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا عندك؟ ألو. هل يجوز للأب إعطاء قطعة أرض أو منزل كهبة لأحد أبنائه دون الآخرين؟ ينظر إلى سبب ذلك، فإن كانت الهبة مسببة جازت إذا استدعى السبب ذلك. بمعنى عندنا مثلا رجل له ابنان، ابن يعمل معه في التجارات وفي الأراضي وفي يفلح ويعمل في البيت وفرغ نفسه لوالده،
وآخر انطلق مسافرا لدولة من الدول ليكتسب ويتخذ ماله لنفسه. فجاء الأب وقال: هذا الولد الذي معي والذي يدخل لي في البيت بإذن الله أرزاقا بإذن الله، خصصته بشيء من الهبة تعويضا له على الجهد المبذول، فلا بأس بمثل هذا في هذا التوقيت، وتكون الهبة مسببة، والله أعلم. شخص آخر له ولدان مثلا، ولد يعمل معه فلاح وآخر في كلية الطب مثلا، فالذي في كلية الطب يسحب من والده والفلاح يدخل لوالده، فإذا أعطى الفلاح عددا من القراريط مقابل عمله ومقابل إنفاق على تعليم أخيه تكون هبة مسببة وتجوز آنذاك، والله أعلم. أما إذا لم يكن هناك سبب للهبة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. وإياك. لو سمحت شيخ، احنا عندنا في الشغل عندنا شركة كده صغيرة بنشتغل فيها. شغلنا عبارة عن إن احنا بنجيب يعني عملاء بتطلب مننا بعض البضاعة وشغل. فاحنا العملاء بيطلبوا مننا البضاعة وبيطلبوا مننا الشغل أو احنا بنعرضه. لما بنتفق على السعر وبنتفق على كل شيء بعد كده بنجيبه من الموردين بتوعنا ونورده للعملاء بتوعنا. فهل ده في شيء ولا لا؟ يعني عفوا، يعني هل انت فقط معك راس مال وانا باتيك اقول لك انا اريد تليفون محمول، تقول تعالى نشتريه ونقسطه لك بثمن اغلى؟ هذه صوره حيله من الربا. لكن اذا انت كنت تعمل تاجر وانا جئتك مثلا وقلت لك انا اريد مثلا ترابيزه 100 ترابيزه مثلا او 100 درج للاطفال يجلسوا عليها في مدارس تحفيظ القران، فانت قلت انا اجيبه لك لكن ان شاء الله بمبلغ كذا كذا. كل هذه وعود، لكن البيع لا يتم الا اذا تملكت انت السلعه، فمن حقي ان يرفض ما لم تتملك انت السلعه. من حقي ان يرفض، يعني البيعان بالخيار، حتى لو تملكت السلعه من حقي ان يرفض، اعطيه حق الخيار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم فضيلة مولانا الشيخ مصطفى؟ اتفضل، بارك الله فيك. والله يا مولانا احنا كنا دافعين عربون ب 150,000 جنيه. وبعد كنت دافع عربون بيت 150,000 جنيه، وبعد ذلك قطع الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا، ان احبكم في الله. احبك الله الذي احببتنا لا. تفضل. نسالكم دعاء شيخنا. الله يوفقنا واياك لكل خير. نستثناك شيخنا، هناك رجل له اختان، اعطى واحده منهما حقها في الميراث منذ زمن بعيد. ميراث أبيها. نعم. أيه. نعم شيخنا. أيه. أعطاها مالا. طيب. ثم الآن يريد أن يعطي لأختها الأخرى نفس هذا المبلغ الذي أعطاه إياها منذ زمن بعيد. هذه كانت باعت له نصيبها ولم تبعه الثانية. نعم. يعني التي لم تأخذ نصيبها، هل كانت باعت له نصيبها أو لم تبعه له؟ لم تبعه. لم تبعه، إذا من حقها ترفض ولا تبيع إلا بالسعر الذي ترتضيه الآن بسعر. لا، هي حرة، هي نعم. هي صاحبة الحق. نعم. ميراثها ما زال ثابتا لها، ولها أن تبيع أو ترفض البيع، ولها أن تبيع بالسعر الذي تريده. نعم، جزاكم الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. يقول نعم. بس تفضل. الو. نعم. اي حضرتك. نعم يا اختي. دلوقتي انا عليا 6 ايام في رمضان وعايزه اصوم 6 ايام البيض. هل اصوم 6 ايام البيض اللي عليا؟ صوم 6 من شوال الاول وبعد كده ان شاء الله، لان الوقت ضيق.
بعدها صومي ما عليك من رمضان لا بأس إن شاء الله. يعني لم يعد هناك وقت، فصومي الست من شوال وبعد ذلك تقضي ما عليك إن شاء الله. السلام عليكم. يسأل عن مس الحائض للمصحف مع وجود حائل، لا بأس أن تمسه بالمصحف مع وجود حائل حتى بدون حائل، النزاع قائم فيه، لكن هي قطعت المشكلة بأنها ستمسه بحائل، بارك الله فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت والله عايزة طلبت حلم كده، وانا رحت السعودية. لا، ما ليس عندنا هنا تفسير أحلام. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل، قد تعتري العبد المسلم الشهوة، فلا سن معين تزداد فيه حدتها وقوتها، وما سبب وما علاجها رغم تقواه والتزامه؟ أقول وبالله التوفيق، ليست هناك سن معين الشهوة تزداد فيه، إنما الشهوة تزداد لأمور، منها نوعية الطعام الذي تأكل، اللحم مثلا يقوي الشهوة ويقوي الباءة، ولذلك الصحابة الذين قال أحدهم لا أتزوج النساء ولا أكل اللحم. فهناك مطعومات، هناك أحيانا تكون فتاة يعني تكون يكون الأمر معها أقوى من مع عجوز، فالشهوة لها أسباب لاستعارها ولشدتها، ومن علاجها الصوم وتقوى الله، ومن علاجها الزواج، إذا استطعت أن تتزوج تزوج. قال ابن مسعود، قال عثمان لابن مسعود: يا ابن مسعود، هل نزوجك جارية بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلها أسباب، أما سن معينة ليس هناك سن معينة. وهذا للرجل والمرأة، لأن السائلة يبدو أنها امرأة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، اتفضل. لو سمحت، أنا أعطي الواحد مبلغ مال لما يشتغل معاه، بحس إن أنا آخذ في الربح معاه يعني. إيه. وواخد عليه وصلة أمانة زي الشيك كده، بس أنا في نيتي لو بقى في خسارة أشيل معاه في الخسارة، يعني الوصلة أمانة دي زي حظ يعني لرأس المال بتاعي. لا بأس بذلك. يعني أنا في نيتي من جوايا. لا بأس، لا بأس، معروف لا بأس، لأن أغلب المستثمرين الآن إلا من رحم الله اللصوص. أو ممكن يأخذ أموال الناس ويجمع الملايين ويقول لك خسرت دون ورع، فإذا ما كان عندك شيء يعني يقيده ويطالبه بالتحقيق، تعالى حقق أين، كيف خسرت، أين ذهب المال، فقلت الضمائر والذمم، إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. أحذر من المذاهب الهدامة كالديمقراطية والعلمانية والليبرالية والاشتراكية وغيرها من طرائق الضلال، وكذا المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة ونحو هذه الفئات الضالة من البشر. أخيرا أذكر المسلمين بأخوتهم، فالمسلم أخو المسلم، وقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلا ينبغي أن تتقطع هذه الآصرة، آصرة الأخوة الإيمانية، لسياسة ولا لمذهبية ولا لحزبية ولا لغير ذلك. فالمسلم أخو المسلم، شاء ذلك المسلم أم أباه، فالمسلم أخو المسلم كما قال الله سبحانه. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.